اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. الحقيقه الفقره دي بالنسبه لي فقره مهمه، مش بالنسبه لي، بالنسبه لكل الاهلاويه. الاهلاويه كلهم بيحبوا الراجل ده، الاهلاويه كلهم بيتفائلوا بالراجل ده، الاهلاويه كلهم عارفين قمح ده بالنسبه لهم في حته تانية في قلبهم كله. ازيك يا قمح؟ عامل ايه يا كابتن؟ وحشني يا قمح، ما تسالش عليا ومش بص وانا بكهربا بس. والله انا والله ما بكلمك غلط. انت ما بتسالش غير على كهربا بس. ما كهربا ممكن انا حبيب قلبي. يا حبيب قلبي قمح اخويا حبيبي كهربا. بنت العيني زعلت انت لما كهربا سافر؟ صح؟ في شهر اربع اربع شهور وهيجي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله. ده كهربا ده بنت العيني قلبي. بتحبه قوي انت؟ قوي اموت فيه صراحه. اي والله. بيكلمك؟ كلمني كل يوم والله. كل يوم؟ انت عامل ايه؟ كبرت الحمد لله. وهو عامل ايه؟ عامل تليفون الحمد لله تمام. الدنيا ماشيه معاك كويس هناك؟ تمام. ايه ده بقى؟ اتكلمت على الماتشات. كلمت على الماتشات؟ ده اللي النادي الاهلي عمله لك. صح؟ كابتن بيبو. كابتن بيبو خطيب. حبيب قلبي. حبيب عيش الام. هو اللي عمل لك الكارنيه. كابتن بيبو هو اللي عمل لك الكارنيه. بيبو خطيب. كابتن بيبو الخطيب طبعا. صح. انا بحبه جدا. صراحه. انا بحبه. ومعنده احب كابتن محمود بيبو. كابتن محمود بيبو ده خطيب. بحبه جوه قلبي. وحياتي. هو عمل الكارنيه المتوشه. واول ما عرف او اول ما شافك زعلان على السوشيال ميديا. انا معايا. قال لهم ايه؟ بتعيط. قال لهم ايه؟ قال لهم اعملوا له الكارنيه ده. اعملوا الكارنيه ده عشان عم هيخش المتوشه. عشان انا كده انا العب بره. انا العب بره. انا ما حضرتش ماتش جيرمني. ماتش جامد طبعا. ماتش بيراميدز ما حضرته. انا قاعد بره عشان انت كنت قاعد بره. انا قاعد بره السجن الاول فهمت. السجن الثاني فهمت. وقعدت بره والله. الان عملوا بيه. الان مش عايزين يدخلوني اخش الماتش. لكن انت دلوقتي خلاص خدت ال الكنيه مع الكابتن بيبو خطيب. دكتور سعد شلبي اللي اداهولك. دكتور شرفي. ايوه. وجود توفيقي اقول له شكرا على السؤال الجميل ده. وشكرا على التشجيع الجميل ده. حلو. انا عايز اشكر بيبو خشيب. انا عايز اقول ان كان قول اللي انت عايزه. انا عايز اقول ان كان الكابتن بيبو خشيب انا محبك جدا ومحبك واموت فيك. انت تفرح عمك الكنيه بتاع مستشفى الاهلي. انا احبه. أحب محمود بيبو خطيب. بحبه جوه قلبي. وأنا أشكر بيبو خطيب. هو فرحني وهو فرحني الكلام المتشابه. بحبه. أحب النادي الأهلي جوه النادي الأهلي وجنب الأهلي. بتحب النادي الأهلي قوي ها؟ ما مو فيهم. اللعيبة. أنت عندك كام سنة الأول يا محمد؟ عندك كام سنة؟ 37. 37. انا احب النادي الاهلي. بتحضر ماتشات بقى طول عمرك للنادي الاهلي؟ طول عمري النادي الاهلي. طول عمرك؟ طول عمري. احب النادي الاهلي. واحب الرئيس محمود خطيب. طبعا. بيبو. طبعا. بيبو الصورة. طبعا. واحب جو قلبي. واشكر كابتن اسامه حسني. كابتن اسامه حسني. يا حبيبي. واحب اللعيبه كلها. عمه يحب اللعيبه كلها. احب مين؟ احب محمد الشناوي. محمد الشناوي. وحبي أمن أشرف. أيمن أشرف. ياسر إبراهيم. ياسر إبراهيم. عمرو سليم. وعمرو سليم. حمدي فتحي. وأنا جاي. ومين تاني؟ محمد شريف وماجد أبشر. ومين تاني؟ حسين الشحات. ومين تاني؟ وحسام حسن. حسين الشحات. وحسين الشحات حبيبي كلهم حبايبي. قلبي. منهم حبايبي. التوفيق ماتش يوم الجمعة بس. هتروح الماتش؟ إن شاء الله رايح الماتش والله. تتفرج. أنا أحب لعبت أنا كلها. محبوب جامد. يعني احب حبوب جامد. وبرضو نرسم اخويا محمد كان معايا. محمد ابن اختي. ابن اختي كان معايا. كان معايا تعب معاك. كان معايا وشيء معايا وكده. قلت له وبين كلامك يا محمد وبين الحاجة. يعني بس يعني في حاجه عجبه وطلعت عجبت وطلعت. وانا جايبين بيبو خطيب. عايز تقابل الكابتن خطيب؟ كابتن بيبو خطيب. انا عايز اقابله. وعايز اقول معلش اتفضل. انا عايز اقول انا رئيس
عفت تراح كيتي تراح من وين متر عربية تراح متر عربية يعني وش هم ما بكذا تراح من وين متر عربية عاد أبل رأيت عفت تراح كيتي وكن وأمه تراح من وين متر عربية عاد أبلة ان شاء الله ان شاء الله يتحقق لك حلمك يا عم. لكن ممكن تخلينا نطلع فاصل ونرجع تاني ماشي معايا. طيب هنطلع فاصل وهنرجع نكمل مع عم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اما عايز اتكلم عن عم حارس. عم علي حبيبي والله انا شفت عم حارس وشفت الكلام اللي قاله كابتن حسن الشامي على عم حارس فعايز اتكلم على اتفضل يا عم. انا عايز اتكلم على كابتن عم حارس. عم حامد عم حامد حبيب قلبي حبيب قلبك عم بحبه وهو صراحه بحبه جدا صراحه هو كلامه كان عسل ويحب الضحكه الله اكبر عليه. ومحمد الشناوي سد العالي محمد الشناوي ايه؟ محمد سد العالي الشناوي سد العالي صراحه يوسف ايمن اشرف ايمن اشرف كلام حلو. دلوقتي الاهلي عنده ماتش يوم الجمعه صح؟ مين اللي يلعب في الجون؟ ان شاء الله محمد الشناوي جون. محمد الشناوي جون. مين سد العالي. سد العالي. مين اللي يلعب باك يمين؟ الباك يمين ده محمد هاني. محمد هاني. محمد هاني. والاثنين اللي بيلعبوا؟ الاثنين اللي بيلعبوا ياسر ابراهيم. ايوه. ياسر ابراهيم وايمن اشرف. وايمن اشرف. مثلا؟ ياسر ابراهيم ممكن بدري بنوب. لا بدري تعبان. تعبان شوية. لسه تعبان. يبقى ايمن اشرف. وياسر. وايمن اشرف. تعديل نص ملعب. عم صغير لا وعلى الشمال بقى حبيبك شمال مين؟ عتيق شحات حبيبي لا علي معلول علي معلول شمال صح علي معلول علولي 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 هيلعب شمال ومين بقى في نص الملعب؟ نص الملعب انا ديانج اليو ديانج وعمرو السولية وعمرو السولية وحمدي فتحي ثلاثة يلعبوا صح؟ تمام ومين بقى الثلاثة اللي قدام؟ محمد شريف ايوه محمد شريف ده هداف الدوري حبيبك بقى محمد شريف مجدي افشل حبيبك برضو ومين تاني؟ وحسين ولا طاهر ولا بيرسي تاو ولا ميكيسوني؟ لا صراحة محمد شريف ومين تاني؟ محمد شريف ومجدي افشل وحمدي مجدي افشل ومين تاني؟ التالت بقى مين؟ حسين الشحات؟ طاهر؟ لا برضو ممكن بيرسي تاو بيرسي تاو هم دول اللي انت عايزهم يلعبوا ويلعبوا ان شاء الله ويكسبوا المريخ بقى عشان ان شاء الله عشان نصعد هنلعب ايه؟ لسه بقى هنلعب الهلال بعديها بعديها على طول وان شاء الله نكسبنا المريخ نكسبنا الهلال المريخ والهلال نصعد الثاني نصعد اول مع سان داونز ان شاء الله اول مع سان داونز ان شاء الله هنطلع هنصعد التاني لو سان داونز كسب الماتشات كلها ربنا يوفق الجميع يوفق ايه؟ الجميع الجميع بس دي اهم حاجه وانت هتروح تشجع ان شاء الله ان شاء الله يوم ال يوم الجمعه الجاي يوم الجمعه الساعه 6 يوم الساعه 6 ان شاء الله هتنزل من جنة مين اقرب اللعيبه ليك بقى؟ معلش اتفضل مستر سليماني حبيبي مستر موسيماني حبيب قوي وحط ايدي دماغي انت بركه وتستعد عليا قال لك انت بركه انت بركه وتستعد عليا واما وش السعد عليا واما ابن الناجي وقلت له انت عبد الحفيظ استاذ عبد الحفيظ بتحبه بحبه قوي قوي بعشقه انت بس احنا كنا شايفينك على فيديو كده بتقول لموسيماني رجع كهربا نفسك نفسك كهربا يرجع نفسي البوت انا حاجه البوت العالي البوت العالي كهربا الفولت العالي كهربا حبيب قلبي ده حبيب قلبي اخويا والله طبعا طبعا ده اخويا مش ما سافرتلوش تركيا؟ معايا جبور الباسبور معايا الحمد لله خلاص نقعد ايه؟ التأشيرة تأشيرة تاخد التأشيرة وتسافر لي والله ما خلاص في دول 4 أيام وجاي والله وعمح عمح هنروح المطار هنستقبل محمود كهربا البولت العالي بحبه عمح هيروح يستقبل محمود كهربا البولت العالي الفولت العالي حبيب قلبي حبيب قلبك فهتروح تستقبله في المطار ان شاء الله وهيجي امتى؟ 4 أيام كمان 4 أيام ان شاء الله واما هيستقبل مين؟ البولت العالي واما هيستقبل البولت العالي وانت اتبسطت بقى لما الكابتن خطيب ادالك الكارت التذكره مين؟ مدير التنفيذي الدكتور سعد شلبي ده حبيبي برضه
اداني كل حاجه، اداني كلمه بتاع منتشر. واداني تيشيرت، كلمه بتاع منتشر وتيشيرت. انا عايز اشكره، انا اشكره جامد جدا صراحه، لعبني. واشكر محمود كابتن بيبو خطيب حلم حياتي الكنيدة. حلم حياتك. انت عشان كده مبسوط. صراحه. هو الكابتن مبسوط بان هو عمل لك حاجه. هو اتبسط بيا صراحه. طبعا طبعا. والدكتور سعد، انت عارف الدكتور سعد؟ وافي يا رب. انت عارف الدكتور سعد شلبي النهارده كان قايل لي يا اسلام انا عايز اعمل مداخله مع قمح. بس هو لا، هو يعني عشان كان جاي من السفر الساعه 6 الصبح. ربنا يعينه. وسافر ورجع فنام بدري. ربنا يعينه. بس هو يعني بيوصل لك سلامه. حبيبي. وبيقول لك ان يعني اي حاجه انت تعوزها هو موجود على طول. تنفع مداخله مع 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 بيبو خطيب؟ ينفع ولا لا؟ ينفع ايه؟ كابتن بيبو خطيب. كابتن بيبو؟ بيبو خطيب. ينفع؟ هو الكابتن بينام بدري. ينام بدري عشان الساعة 12. ما ينفعش. هو لو صاحي هو هيتكلم. هيتكلم. انا عندي ابنه. نعم؟ حلم حياتي انا عندي ابنه. تقابله. وعادي قابل عفتاح سنتي. وانت العربية. تعمل ايه؟ ان شاء الله يتحقق لك حلمك وتقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا عايز اقابل رئيس عبد الفتاح السيسي. حاضر. بتاع حمونيه ملك العربيه. بس هم اتنين مع بعض. ايوه. خطيب ولا عبد الفتاح السيسي؟ ايوه. طيب احنا جايبين لك تيشيرت، ممكن اجيبه لك؟ ماشي. تعالى يا حسام اتفضل. انت النهارده دور التيشيرتات. حبيبي يا حسام. ده مننا بقى ليك يا قمح. حبيبي وعليه اسمك اهو. قمح الجوني. بص اهو. حبيبي اهو قمح الجوني. ايه رايك؟ 100 100. اهو. قمح ايه ده؟ اسمه ايه؟ قمح الجوني. قمح دولي. الجوني. ايه رايك؟ 100 100. هو انت اسمك الحقيقي قمح؟ انا اسمي محمد. محمد. محمد عبد الغني الشهير قمح الجوني. محمد عبد الغني الشهير بقمح الجوني. محمد عبد الغني الشهير قمح الجوني. حلو التيشيرت؟ جميل صراحه. حبيبي اتفضل اتفضل. خليه معاك عشان ده احنا يعني من القناه جايبينه لك مخصوص عشان تقدر تروح بيه الماتش الجاي ان شاء الله. الدكتور سعد كمان ادالك تيشيرت تقدر تروح بيه، يعني عندك تيشيرتات كتيره. جميل. جميل جدا صراحه. اخيرا يا قمح، عايز تقول حاجه لجمهور الاهلي؟ صراحه. عشان بجمهور الاهلي يعموني عشان اخش التاج سنه. بيحب جمهور الاهلي يدعموك؟ يدعموني انا عشان اخش سنه. عشان تخش استاد السلام. وهم شافوني اما بالله. شافوني اما بالله. وهم فعلا خلاص بقى، ما انت الكارنيه ده هتخش اي حاجه. هتخش اي ماتش للاهلي. يعني مثلا ايه؟ مثلا جمهور، انا عايز اشكر ان كان جمهور الاهلي. أنا أحب جمهور الأهلي وعاشق نادي الأهلي. أيوه. أحب جمهور الأهلي. هما يقولوني قمح ابن النادي. قمح ابن النادي. قمح ابن النادي. أيوه. هما قالوني كده. فعلاً وكل جمهور النادي الأهلي بيحبك يا قمح. أنت عارف النهارده الناس كلها حبيبي قوي جدا. النهارده الناس كلها بتكلمني وبتبعت لي بتقول لي إحنا بنحب قمح جدا. عايزين نتكلم مع قمح. فعلاً أنا عندهم حق. هما جمهور الأهلي. أنا أشكر جمهور الأهلي إن كانت جميلة. وعايز اشوف عم حارس. عايز تشوف عم حارس؟ حاضر من عينيا. ان شاء الله يبقى انت ان شاء الله نحاول نعمل لك مقابله كده، تروح النادي وتقابل الكابتن وتقابل عم حارس وتقابل الناس كلها. انا عايز اشوف دلوقتي فيديو اللقطه دي. عايز تشوف ايه؟ اشوف اللقطه بتاعت عم حارس؟ اه. ورينا اللقطه بتاعت عم حارس كده يا سمير لو سمحت، الاغنيه عشان قمح عايز يسمعها. جميله الاغنيه برضو يا قمح. صح؟ حبيبك. انت صاحب حسن. هو اما حبيبي طبعا. انت صاحب حسن الشامي. ما هو حسن الشامي اللي كان كاتبها الاغنيه دي. اللي هي على عم حارس. عم حارس انا عايزه نفسي اموت انا. نفسك ايه؟ نفسي اموت انا بس. اهي اهي. مستحيل جمهورنا ينسى انت ايه بالنسبه لي، زي ما في يوم كنت جنبه النهارده هتلاقيه، ف
في الليالي المرة قبل الحلوة اسمك مش ناسي. ما تعيطش يا قمح، ما تعيطش يا قمح، ما تعيط ليه يا قمح بس يا أخي؟ ما تعيطش يا قمح، ما تعيطش. ما تعيطش ليه؟ ها؟ في الشدة بتزيد محبة وفي انكساره، عارفك تبيع الدنيا وتكون بس جاره. يا حاج يا حبيبي والله حبايبي يا حبايبي تاجر عين محمد سنياوي عزيز شحان ام الاشرف الامام انا حبيبي ربنا يوفقك بقى. انا بس مش عايزك تعيط، اهم حاجه واحنا جبنا لك اللي انت عايزه. عم حانت حبيبي عم حانت والله انا تاج جميل شان عم حانت الله يوفق عليك. حبيبي يا قمح انا مبسوط ان انت كنت معايا النهارده، وانا مش جايبك عشان نقعد نعيط يا قمح. ماشي. ها احنا جايين عشان شيرت ده نفرح ونتبسط. اتبسطت امبارح بماتش السله؟ جميله. لما خدنا الكاس مصر كسبنا الاتحاد. شفنا اتفرجت؟ والله اتفرجت على قناه الاهلي. طيب ماتش الاهلي طبعا. طبعا معاك انا انا مبسوط ان انت جيت النهارده يا قمح، ودايما عايزك تبقى معانا، ولو عوزت اي حاجه في اي وقت رقم تليفوني معاك، وكل الاهلاويه بيحبوك. انت الاول بعد ما نمت قطع الاول في واحد صاحبي هيجيني تليفون. اوكي. وانت مسجل ايه؟ اسجل رقم تليفونك. ماشي ماشي. تشكريني يا قمح. شكرا والله، شرفت ونورت. عيونك والله يعني، ومبسوط قوي ان انت كنت معانا. انا مبسوط جدا كنت تمشي. حبيبي حبيبي ربنا يخليك، نورت يا قمح. اشوفك على خير ان شاء الله. متشكرين. شكرا يا حبيبي. يعني انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. انا النهارده الحقيقه كان ضروري جدا ان يكون معايا قمح، لانه انا عارف انتوا بتحبوا قمح قد ايه، والاهلي مهتم جدا 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 بذوي الهمم زي ما الدوله بالظبط بتهتم بهذا الامر. وبالتالي قمح النهارده معانا لانه مثال ونموذج رائع، وواحد من جمهور النادي الاهلي، وله حق علينا الحقيقه ان هو يكون معانا وهو في بيته. هو قمح زي ما حضراتكم شايفين، انا مش عامل حلقه، يعني انا عامل احنا قاعدين انا وهو كاننا قاعدين بنتكلم في 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 البيت الكبير كالعاده، في بيتنا دايما كلنا، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. انا قابل فتحت سيسي يا وجه العربيه. طبعا طبعا. وعاد ابن حلم حياتي عاد ابن بيبو خطيب ان شاء الله يا حبيبي. كل حاجه هتتحقق. عاد اشكر، عاد اشكر. اتفضل. مجلس الاداره، مجلس اداره الاهلي. انا عاد اشكر مجلس الاداره الاهلي. ايوه. وعاد اشكر اعضاء الاهلي واعضاء الاهلي. الاهلي انا صلاح حبايبي. طبعا صراحة الشناوي حبيبي. أيوة. محمد شريف حبيبي، ومجد أبشر كل حبايبي والله. شكرين يا أم حلو. رسالة يا كابتن مجد أبشر، ممكن يا أجر. عايز تقول رسالة لأبشر؟ قول يا حبيبي. أنا عايز أقول بس كابتن كابتن مجد أبشر. أيوة. ممكن يا أجر. ممكن شنو ممكن إيه؟ ممكن إيه؟ ممكن القضية. القضية ممكن. القضية ممكن. القضية ممكن. أنا بحبه أنت. انا احب ان العب في الله. انت انا حبايبي واخواتي. فانت بتقول للقفشه ايه بقى؟ ما اقول انا يا كابتن مجدي ربنا يوفقك، وانت انا تفنش الدنيا، وحمد شريف انا جاب الدوري القهوه كبيره ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا قمح على وجودك معانا، وان شاء الله يبقى الجمعه نكسب ونبقى كلنا ونبقى كلنا العربيه ونبقى كلنا فرحه. افجعت سيسي طبعا. اللهم ايه؟ تعال ونبقى العربيه طبعا. احنا ان شاء الله يوم الجمعه نكسب، وربنا يكرمنا وتبقى دايما معانا. اما انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. النهارده الحقيقه كان معايا فقرتين مهمين جدا جدا، حسن الشامي وقمح. حسن الشامي كابتن سنا عبد الحفيظ طبعا، مثل سلماني حبيبي، كلهم سنا عبد الحفيظ حبيبي. مثل سلماني حبيبي، لان انت وش تقعد عليك وش وانت امن النادي طبعا، وانت وش بارك عليك. يلا قول لهم باي باي بقى عشان نمشي. قول يلا شاور لهم في الكاميرا اهي، هي الكاميرا في وشك هناك اهي. باي باي. قول لهم باي باي. باي باي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.